متواصلين مشاهدينا في الفقرة الثانية، والحديث الذي يشغل الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي، الإذاعات والغنوات والصحف وكل المواقع الإسفيرية هذه الأيام عن أسرى السودانيين الذين قتلوا في أثيوبيا. يمكن يا صيف كل المنصات وكل الناس ما عندها كلام غير عن الموضوع ده. نعم، أول حاجة بنترحم على كل الأسرى السودانيين الذين توفوا في أثيوبيا، والف رحمه ونور عليهم. ويمكن الحادثه دي كانت حادثه كبيره جدا، بدت شغلت كل الراي العام. نحن نتحدث في هذا الشان مع الضيف، ضيفنا اليوم الدكتور يوسف النور، اكاديمي ومحلل سياسي. اهلا وسهلا بك ومنورنا. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جلسة سعيدين في هذه القناة البناء التي تعكس عديد من المعاني الطيبه لكل اهل السودان. توصيل الحقيقة على وجهك كامل. لكم التحية، وكل سنة وانتم طيبين، وكل الشعب السوداني بخير. نعم، كل سنة وانت طيب كمان. ونترحم بداية عن الأسرى السودانيين الذين توفوا. حقيقة نترحم حقيقة للأسرى السودانيين والشهداء الوطن الذين هم قدموا روح لكل الشعب السوداني لأساس يظل الوطن شامخ وقوي بهذا الشباب الرائع التي يعكس عديد من المعاني الوطنية الجوا والحقيقية. كل الشهداء الجيش بصورة عامة، كل شهداء الأجهزة الأمنية القضوا حقيقة لهذا الوطن بأرواح ودماء العطرة، وشهداء ثورة ديسمبر العظيمة، الشباب الرائعين الحلم بسودان طيب، سودان فيه كل لا جهوية ولا عنصرية ولا دينية، من أجل وطن جديد يسع كل أهل السودان. تحية لكل أهل السودان جميعا بصورة عامة. نعم أيضا، وتحية لك. بداية دكتور يوسف النور، إذا تحدثنا عن يعني هذا النزاع، يمكن منذ الأزل، يعني من ترسيم الحدود أو خط جوين خلينا نقول، كان هذا النزاع بعدما رسمت بريطانيا هذا الحدود ما بين السودان وأثيوبيا، ولكن يعني أثيوبيا قالت أن بريطانيا رسمت هذه الحدود لوحدها. منذ ذلك الوقت نشب النزاع كبير جدا ما بين السودان وأثيوبيا في الفشقة الكبرى. إذا تحدثنا عن الفشقة وتحدثنا عن الخريطة، خريطة السودان لهذه المنطقة، لمن تتبع هذه المنطقة؟ يعني حقيقة أول حاجة التقسيم التم هو تقسيم تم تقسيم دولي. نعم. تقسيم فشقة تم تقسيم في منزل بريطانيا، كان تقسيم دولي وتمت فيه عديد من الدول حكمت عليه واستلمت الخرائط الدولتين وافقت عليه هذا التوافق. لكن انت لو جيت تتكلم عن الحادثة البادرة الجديدة، هي الحادثة هي بادرت هنالك منتفعات سياسية لزعزعة الأمن واستقرار الأمن في البلاد لكل أهل السودان. هذا الشيء التم من الميليشيات، هذه الحكومة الحبشية الأثيوبية هي الآن تنفي هنالك ميليشيات مدفع أجرها مع عديد مع ناس الآن موجودين جوا السودان لتزعزع الأمن وعدم استقرار الأمن في البلاد. وأنت تعلم تماما هنالك نحن لغاية الآن ما قادرين ننهض بثورتنا ولا قادرين ننهض باستقرار بلدنا. نعم. إلى الأمام كما حلموا به كل أهل السودان جميعا. فهذا الإجراء التم هو إجراء مرسوم مدفع قيمته. نعم. المالية لأشخاص هم زعزعة وعدم استقرار البلاد دي إلى الأمام. فالجيش السوداني هو ثابت على مبادئه، الجيش السوداني هو قدم عديد من الساحات في الميادين وحمى الحدود السودانية بصورة عامة. لكن نجي نسأل نحن ذاتنا، نجي نسأل نفسنا كسودانيين، ما سألنا نفسنا الآن الساحة السياسية هنالك عديد من المسميات التي تدعى كمسميات للثورة العظيمة أجسام، وهنالك أحزاب. نعم. ما سألت نفسك لغاية الآن هنالك ولا جهة الآن تطلع بيان بأن تقول كلنا يا أهل السودان نحن الجيش الواحد، جيش السودان. هذا هنالك مؤامرة تتم في ضد الدولة السودانية، مؤامرة تتم من الداخل. هل هنالك لغاية سياسي ولا مكون بتاع ثورة كما يدعوا هم الآن؟ هم وطنيين وعايزين يحكموا السودان إلى الأمام. لغاية الآن الناس بتتنازع بأنه وين كرسي
وينك يا البرهان؟ اطلع امشي لسكناتك ولا مساومة ولا شراكة ولا شرعية ولا شراكة. الآن الأمر يختلف، الآن الأمر يختلف، الآن الأمر اسمه السودان، الآن الحصة وطن، الآن عرضك، الآن بلدك. لغاية الآن ولا هنالك أي جهة من الجهات التي الآن تتكلم باسم الشعب السوداني وتتكلم بحقوق الشعب السوداني. لغاية الآن ما عايزة تعمل الدفع المعنوي للقوات المسلحة لأساس بأنها تتصدى للهجوم الجاير من الدولة الإثيوبية. لغاية الآن نحن هذا الأمر يغيب عليه الجيش. عشان كده أنا بقول لك ما في لغاية الآن هنالك مسميات وطنية عشان تقاتل من أجل الوطن، وإلا وهنالك نقول للجيش أنت حالف القسم وهنالك القسم أمامك وأنت لا تنتمي لأي جهات سياسية بل تنتمي لأهل السودان. عشان كده أنا بقول التحية لكل الأجهزة الأمنية بصورة عامة، التحية لمن كل هو عاوز يحمي السودان، والتحية لمن كل هو عايز يقف لاسترداد حق كل الشعب السوداني من كل الأجهزة الأمنية. جميل جدا. طيب دكتور يوسف، أنت المتحدث عن مؤامرة داخلية، حدثنا أكثر عن الضغوط الخارجية والتدخلات الخارجية في الأزمة بين البلدين والنزاع الحدودي بين البلدين. هو لغاية الآن نحن لو تكلمنا عن النزاعات الداخلية كما أنت شايفة أختي الآن، نحن ما محتاجين لغاية الآن تجينا واسطة من خارج السودان من الدول الخارجية على أساس يعني على الأقل تقعد تحل مشكلتنا. نحن أصلا ما عندنا مشكلة. نحن الآن هنالك دول تسلطت علينا، ومثل فوركر الآن هو بلغي الحوار نسبة، وهنالك ما في أجسام بأنها هي جات وقعت في الحوار. فكانت مناشدتي لكل الأجهزة الأمنية ومناشدتي بصورة واضحة للسيد القائد العام للجيش، أنا قلت له في عديد من الحلقات إذا كانت في قناة الخرطوم الدولية، إذا كانت هنالك في قناة السودان، والآن أقولها عبر الملأ عن قناة البلد، هنالك هذا الوطن محتاج لكل يد موجودة في السودان، لابد من نغرز الروح الوطنية. نحن كسودانيين أول نحن عايزين شنو؟ هل نحن الآن بنتنازع في موضوع كرسي، ولا الآن الوطن هو عايز يسلب مننا من 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 الدولة من الدول الجوار الآن الموجودة من إثيوبيا؟ عارفة أجيكي عشان أحلل لك موضوع إثيوبيا حتى نجيك راجع لكلامك. لأن إثيوبيا عرفت بأن السودان هنالك لا يتقدر الأجهزة الأمنية عند الشعب. الآن إذا كانت مصر وإذا كانت ليبيا وإذا كانت جوار الجوار، الأمن عندك في السودان الآن وصل مرحلة الزيرو، لأنه العسكري أو الضابط وصل للشتيمة البالغة من 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 المواطن. عشان كده وهنالك الآن تعلم وهنالك مكونات نفسية لكل الأجهزة الأمنية الآن بدت هنالك ركود. عشان كده حنظل بعد شوية إثيوبيا تضغط علينا، حنظل بعد شوية تشاد تضغط علينا، حنظل ليبيا تضغط علينا، حيظل المصريين يضغطوا علينا، حنظل ونحن حنفقد السودان بأننا نحن لا نقبل الأجهزة الأمنية كهي رقيبا على البلاد وهي وصيا على المواطن. لأننا نحن انشغلنا بالسياسة وانشغلنا بكرسي وكرسيك ووزيري ووزيرك ومديري العام ومديرك العام وولي ووالك وبرلمان وما برلمان. مفترض الآن يلغى كل الآن الحوارات التي تدور من داخل السودان. أول شيء نعاين نظرة بيتنا من الخارج وما هو جايين في بيتنا، لأن السودان عرض كل سوداني، لأنه إذا حصل وهنالك إذا حصلت أي لو حصلت أي حصلت أي من الدول الخارجية الآن إذا حسوا بأنه عن إحنا حصل التفكك الأكبر، إذا هو ضاع السودان. عشان كده أنا بقول التحية لكل الأجهزة الأمنية، الصمود إلى حدودنا والصمود إلى الوطن وغرز الروح الوطنية والحقيقية، وأخرجوا يا أهل السودان، خلونا من 30 يوليو، لأن دي ما مرحلة 30 يوليو الآن، دي مرحلة الفشقة، ودي مرحلة الآن أن إحنا نقفل ببالنا، بعد ذاك نجي نتكلم عن حقوقنا الداخلية، لأنه أن إحنا كلنا أسرة واحدة. إذا كان هنالك أنا ببعد الأجهزة الأمنية وهنالك أن يكون عندي فراغ في الاستقرار الأمني في البلاد، إذا بعدت الأجهزة الأمنية من الساحة السياسية وهنالك عديد من المتمرسين والمتملغين وذات الهبوط الناعم لا سيصلوا لحاجات كثيرة جدا جدا السلب والنحب والضرب. ولكن أيضا دكتور يوسف، يعني أيضا إثيوبيا غير مستقرة داخليا، لديها نزاعات داخلية كما السودان،
هذا النزاع نشب في عام 2020. أين كانت إدارة عمر البشير من أخذ أرض الفشقة؟ يعني نحن 30 سنة ما سمعنا عن استرداد الفشقة إلا في عام 2020 وحدث مع هذا النزاع الأثيوبي السوداني. أين كانت إدارة عمر البشير من هذا النزاع يعني؟ طيب إدارة عمر هو النزاع ده قبل 2020 هو النزاع ده كان غائم دعم. كان موجود لكن ما كان متفقين بنات بنفس المدى اللي انت الان شفته لغايه ما تصل عندنا اسرى وعندنا اعدام من 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 من, من الجنود السودانيين. نعم. عارف ليه؟ لانه الان فقدت علمة الاستخبارات الاثيوبيه علمت تماما وهنالك الان ننشغل بمشاكلنا الداخليه وعدم احترامنا للاجهزه الامنيه وكلنا كشعب سوداني الان نرفض حاجه اسمها عسكر. لا. لانه عرفوا بانه العسكر لا. الان منتهي بالقضايا السياسيه الراهنه جوا البلاد وعرفوا بانه الان ما في الان نوع من الرفع المعنوي للجندي الجندي تاع الجيش او كان تابع لاي اذا كان للشرطه او كان تابع له لانه الجندي الان بيسمع أسوأ النبذ في ما مر في التاريخ. يعني أسوأ العبارات السيئه للعالم. طيب دكتور يوسف حدثنا عن مشروع صد النهضه والموقف السوداني من مشروع صد النهضه وعلاقته بأرض الفشقة. طيب مشروع صد النهضه هو السبب الاساسي في الخلاف الدائم لاننا نحن كسودانيين وقفنا مع مصر. ده السبب الاساسي ان احنا وقفنا مع الجمهوريه العربيه المصريه لاساس مشروع صد النهضه لانه اصلا المياه اللي عندنا الان احنا اللي بنجينا لانه احنا ما قاعدين نستفيد فيها. نحن ما بنستفيد فيها اصلا اطلاقا لان حكومتنا كانت القديمه او الفاتت او الحاليه الموجوده هي كانت كلها الان هم ما تنشأ بالزراعه او تفتح المشاريع الزراعيه عشان كده المويه تمشي لمصر اكثر. فحاولوا بقدر الامكان تحصل مساومات بين الدولتين بانه احنا مساومات اذا كانت في الاقتصاد اذا كانت تبادل بتاع الحاجات المهم وصاير بين الدولتين ثم تم التوقيع بذلك. نعم احنا بنشكرك جدا دكتور يوسف النور الاكاديمي والمحلل السياسي، شكرا لهذا الطرح وشكرا لك جدا وشكرا لحضورك معنا في على الاستديو. شكرا لك. احنا نطلع واكيد احنا كده انتهينا خلصنا بالنسبه لانه الاجواء يعني خلاص زي ما ذكرنا الاجواء غير مستقره. فانا شاكر ايضا لوجودك اليوم وكان يوم ممتع بالتاكيد ومره سريعا ويوم جميل جدا. نتلاقى الثلاثه الجاي في نفس المكان وفي نفس المواعيد. انا وسيف العبور استنونا.